حضرتك يا الناس اللي هو فيهم ناس وحشه على ايه يا حمادي بيشربوا فوم بيبيعوا الوحشين واخدين النظام معاهم فمش عايزين حد يشتغل لا ياخدهم كلهم لا يسيبوهم كلهم انت شغال على التوك توك بقالك قد ايه؟ انا شغال على التوك توك بقالي 3 سنين 3 سنين طيب انت كله يعني بالود كل حاجه بالود طيب انت تاخد منك التوك توك قبل كده؟ لا انا بصراحه لسه شارك في التوك توك لسه يعني طب مش خايف طيب ياخدوه منك في اي وقت؟ والله هو ونصيبه هو ونصيبه طب انت شايف ان التوك توك صح ولا غلط؟ والله اللي تنشيه مصر واللي تنشيه البلد ايه؟ اللي تنشيه البلد تنشيه البلد لو اتاخد منك مش تبقى زعلان؟ اكيد هبقى زعلان طبعا هتبقى زعلان زعلان طبعا طب ما حاولتش ترخصي ليه لما انت غيبه كتير؟ نعم؟ ما حاولتش ترخصي ليه؟ مش حاولت ارخصه انا لسه ما كملتش حاجه يعني يا دوب ان انا طب بتفكر ترخصه ولا لا؟ نعم؟ بتفكر ترخصه ولا لا؟ انا بفكر ارخصه بس يرخصوني طب انت ما اشتركتش ما اشتغلتش حاجه ثانيه ليه؟ غير والله عشان ان انا عارف ان هو ده اكل عيش يعني انا بالنسبه لي هو ده اللي يا دوب اللي اشتغل معاه عشان انا يعني مقدرتي ان انا هجيب الحاجه دي على الاخر يعني مثلا لو انا في ايدي ان انا اجيب عربيه واشتغل فيها هجيب عربيه شكرا انا بدك بالك انت شغال على التيك توك بقالي سنتين طب انت خريج ايه؟ تعلم ولا لا؟ انا تنمي اعداد تنمي اعداد ليه اشتغلت على التيك توك ما اشتغلتش شغلانه ثانيه؟ والله رحت كذا شغلانه بس يعني المرتب بتاعها مش قوي طب ليه انت شايف ايه بقى ليه ده لما بتشوف التكاتك رايك ايه؟ هو حضرتك بيشيلوا التكاتك يعني في ناس بتفضل انها بدل ما تسرق او بدل ما تقتل او بدل ما تعمل اي حاجه غلط بتجيب توك توك على قد حالك تشتغل عليه ان الواحد لا معاه يشتري عربيه سوزوكي ولا معاه يشتري حاجه الواحد بيفضل انه يشتغل على توك توك احسن ما يسرق او يمد ايده انت منين اصلا؟ من بني سويف من بني سويف وجاي هنا عشان خاطر تشتغل جاي هنا عشان اشتغل جاي هنا عشان تشتغل انت كذا خدوا منك توك توك قبل كده؟ خدوا مني قبل كده على البوابه الثانيه خدوا منك عملت ايه بقى لما جاوبت؟ الظابط رفع على الونش عشان ننزل تاني من على الونش قال لي عايز 2000 جنيه 2000 جنيه طب ما حاولتش ترخص ليه؟ ما حاولتش تعمل كده؟ حضرتك هنا بيلموا المترخص والغير مترخص كل اي حاجه بتتلم كل حاجه بتتلم مش واقفين على حاجه طب بتطالب بايه طيب؟ انا حضرتك بطالب يرخصوا لنا التكاتك يحطوا لنا رقم عليه يعملوا لنا اي حاجه ان الواحد يعرف يشتغل في السليم لان في عيال كتيره هنا بتوع تكاتك عشان ما تمسك التكاتك بتاعتهم بيبيعوا حشيش وبيبيعوا يعني بيشتغلوا في حاجات ممنوعه الشكر ويرجع يقولوا لك في الاخر ايه بتوع التكاتك هم اللي عاملين المشاكل بتوع التكاتك مش عاملين اي مشاكل شكرا انت شغال على تيك توك بقالك قد ايه؟ علي زودك 5 سنين انت عندك كام سنه؟ 18 في التيك توك بتاخد منك قبل كده؟ لا ما اتاخدش منك قبل كده بس انت بتبقى ماشي خايف ولا؟ تبقى ماشي خايف طب انت نفسك التوك توك يبقى مرخص يعني؟ لو كان مرخص هتبقى لو رخصوا يبقى احسن لي والله طب ليه الناس بتقول ان بتوع التكاتك وحشين وليه الناس بتقول هو في وفي في اللي وحش وفي حلو يعني مش حلو انت منين اصلا؟ من الفيوم من الفيوم وجاي من الفيوم عشان تشتغل على توك توك هنا؟ شغال هنا بقالك قد ايه؟ شغال على توك توك بقالك قد ايه؟ هنا بقالي شهرين بقالك شهرين شغال على توك توك بقالك قد ايه بقى؟ 5 سنين بقالك 5 سنين ماشي